Y después,
الله يعطيك الصحة أخويا ياسين. زيد عندي تفطر هكا شوية. تعطيكم الصحة ياسين البيضاوي. ياسين البيضاوي. خويا ياسين، أول حاجة السلام عليكم ومرحبا بنا عندك. السلام عليكم وتحية قناة شوف تي في، ومرحبا بكم، ألف مرحبا بكم. الله يحفظك خويا ياسين. ياسين، بطبيعة الحال حنا حاضرين معاك اليوم. ياسين، من على المسار ديالك الفني، فن العيطة. فالعيطة من حليت عيني معها قلت على راسي عيطة عندي في الدم. عيطة يعني عيطة مرصاوية بيضاوية. شفنا زيادة خلوق في كازا. المعلمية من أجداد ياسين بيضاوي. وتسمع فنانة كبار باقي صغير. تسمع أسماء الفنانة هرم العيطة. مثلا عبد الله بيضاوي، مصطفى بيضاوي، الفاضي الله يرحمه، دو الناس الله يرحمهم، أنا خديجة، إيمان تعيد تسونامي الله يرحمها. وتسمع وباقي العيطه قال سكتي غندوي على العيطه. واش باقي الناس كيبغيو العيطه؟ ايوا باقيين مالي العيطه واحد 40%. مالي العيطه باقي 40%. كلشي دابا كيبغي الجديد، ولكن كاين باقي مالي العيطه. كندخلوا للديور الكبار، كندخلوا عند ناس، كنشوفوا ناس، باقي كيبغيو العيطه البيضاويه. ياسين، يدوينك على الجديد الفني ديال طبيب الحال. واش ياسين كاين جديد؟ ان شاء الله اللي دابا كنبريباريو نيت التسجيل باش نشدو شي عيوط بيضاويه بحال هاد العيطه اللي دوزنا دابا. نيت هاد العيطه راه عيطه بيضاويه 100%. 100% بالنسبه ياسين الربع اللي ديال العصابه ديال الشاليني. الربع اللي معاه ومعايا فنانه انا كنخدم الحريفيه، كنهز بالحريفيه. وكان الاسماء ديالهم معايا الكوامان جي رشيد البوعزاوي دازتو مع فنانه، معايا سي عبد الحق العواد، معايا سي عبد الحق تا هو راه داز مع فنانة كبار معروف تبارك الله. معايا السي مجيد ومعايا فرقة كبيرة غير دابا مع الدراري ديالي، معايا الدريات، معايا كلشي. طبيعة الحال ياسين، إذا قلنا لك العيطة شنو كتعني لك العيطة؟ شنو نقول لك؟ العيطة كتجيني أنا التراث ديال البلاد. أي ديسك كيجي وكيمشي ديسك ويجي ديسك، ديسك كيخت على ديسك، كيجي ديسك كيغبر لآخر، ولكن العيطة كتبقى في بلاصتها. طبيعة الحال ياسين، نقدروا نقولوا عيط عنه وكيمشيو فيها رسائل. كيمشيو فيها رسائل. دابا كاين هنا نيت في كازا اللي كيغني العيطة، ولكن الناس الدراري طالعين دابا نيت كيهضروا العيطة، وكاين اللي كيغني العيطة ما فهمت العيطة فين غادا حافظها وغني أو كيغنيها. أنا لا شي مقامات ديالها ولا المحافظ. كيغني العيطة وكيقول، ولكن ما عرفتش ديك العيطة شنو كتعني ومن جات والأصل ديالها وفهمتي. العيطة أنايا أي عيطة حفظتها ودزت مع الحريفية الأولين ومع الفنانة الأولين، أي عيطة حفظتها كنعرف العيطة ديالاش وشنو المشكل ديال العيطة وكندير لها البحث. كتبحث عليها طبعا. حيت ما يمكنش. كتطور. إيه ضروري. مازال دابا عندنا ديسك جداد ومازال عندنا السواكل. طبيعي الحال. ياسين شنو موجود اليوم؟ واش كاين شي ألبوم ولا غير؟ ضروري. كاين تسجيل ديال العيطة والساكن. شي سواكل قدام. طبيعي الحال. كاين قبال على العيطة الناس اللي بغاو العيطة خويا ياسين. شوف. كاين الناس اللي بغاو العيطة وكاين كندخلوا لشي بلايص. كاين اللي عادي ما كتجي العيطة ما كيفهمهاش هذاك ما. وكاين شي ناس اللي كيموتوا على العيطة. كيهزو الناس العياطه الحريفيه، وقبل العياطه خصو يكون الادب والاحترام. زدنا حنا مع الحريفيه خص الاحترام والاداب والبركه والنخوه. حيت البيضاوه خصو يكونوا مخبرين. نقدروا نقولوا عيطه بريستيج. عيطه ماشي بريستيج، مولاه خصو يكون محترم ويكون لابس مزيان ويكون كيحترم الناس باش يحترموه ويكون كلشي مقاد فهمتي. يكون قبل العياطه كاين الاحترام الاداب. طبيعي الحال ياسين، شنو تبغي تقول للمتبعين ديالك الناس اللي كيبغيو ياسين البيضاوي؟ يعني واش ياسين بيضا بغي يهزك المشعل ديال فن العيطه؟ انا غادي دابا ان شاء الله في المسيره الفنيه واخا كيعرضوا، ولكن انا غادي الحمد لله في المسيره الفنيه ديالي والحمد لله غادي ندقه دقه كما قلت لك درجه درجه تنوصل نشد بلاصتي داك الساعه الحمد لله. كاين الناس اللي كيحاربوا ياسين ضروري. ضروري. شنو تبغي تقول اخر كلمه للمتبعين ديالك الناس اللي كيبغيو ياسين؟ هو اللي كيبغيني الله مرحبا به، وانا كنبغيه واللي ما كيبغينيش انا كنبغيه. ويترقبوا الجديد ديالي ان شاء الله ومرحبا بهم في اي وقت. وراه كاع الجمهور كيتلاقى معايا كاع في الزنقه ولا في الخدمه وكيبغي يتصور معايا وكيبغي يضحك معايا عادي، راه ما عارفين الناس. واللي كيبغيني كنبغي واللي ما كيبغينيش كنبغيه والحمد لله. وتحيه للفنانه ديال كازا، تحيه كلشي الله يرحم الله يرحمها باقي عارف الفنان قباد البوعزاوي، تحيه خويا خالد وباقي الناس كلها هاد العيطه في كازا. بارك الله عليك خويا ياسين. تحياتي لك. تحياتي لك. الله يكبر بك. مرحبا بكم في اي وقت. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كيفما شفتوا معنا الفنان العيطه ديال ياسين البيضاوي
مع الرباعه ديالو صراحه اللي غيهز المشعل ديال فال العيطه وانه غيزيد بها القدام. يعني كيف مشيو معنا ياسين دولينا على المسار ديالو ودولنا ايضا على الجديد مش الكرامه ديال متاكم على منطقتكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.